السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشات اللي هو تبع اوبن اي اي حاجة خطيرة جدا. ممكن تقول مثلا انا عايز كود بايثون، جيف مي بايثون كود فور داونلود يوتيوب مثلا. بيقولك مش صح ان انت تحمل الفيديوهات من اليوتيوب من غير الاذن بتاعها، تمام؟ بس هو كتب لك الكود اهوت، بس هو اخلى مسؤوليته وشرح لك ان انت تعمل ايه. تمام، ممكن مثلا تقول له انا عايز البديل لبرنامج معين. What is the source؟ Alternative to اي برنامج مثلا بريمافيرا. ايه البديل لبرنامج البريمافيرا؟ وندوس انتر. و بيقول لك لو انت بتدور على بديل اوبن سورس البروماغيرا ممكن تروح لجراند بروجكت، ده برنامج مجاني و اوبن سورس وبيشتغل على الويندوز والماك والحاجات دي كلها. فادك اقتراح جميل الصراحه من برامج كويسه جراند بروجكت وهكذا. فطول الوقت اي حاجه تفكر تسال فيها على طول. ممكن يكتب لك اكواد، ممكن يكتب لك شفرات، حاجات رهيبة.